خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة هيكون الطقس بارد على القاهرة الكبرى ووجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد في النهار، شديد البرودة بالليل على الأنحاء كافة، وكمان من المتوقع أن هيكون في تساقط للثلج على سانت كاترين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 16، واحنا كان بقالنا فترة دخلنا في 20 لكن رجعنا النهاردة 16، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24 درجة، وأقل درجة حرارة تكون في كاترين 14 درجة. هنتابع أكيد مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خليني أرجع مرة تانية لمحمد وبنا علشان نبدأ معاكم فقرات صباحية مصر. ما قلتيش ليه بدري يا دينا؟ ده انا نازل النهارده مخفف حتى. والله كلنا، انا ما كنتش متوقعه. لقيت منا لابسه تقيل الصبح وده غير العادي بتاع منا، فقلت لها قالت لي بيقولوا الجو برد النهارده، قلت لها طب ايوه متابعه انا النشره. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليكم.